قضية على خط الإعصار، على ليه؟ الإعصار ليه؟ القهوة حاطة زي كذا صح؟ عشان ايه؟ ما يطلع اسم ايه؟ جا فهد وحركها وشر الكاميرا. والمقطع مثبت ومصور وجاهز، قضية جاهزة. اسمع ايش؟ مصلط قضية جاهزة وما راح ارفعها. مصلط ليه همك ما تغطي الشعار الثاني؟ طيب انا مصلط حبيبي بعدين فر فر وقال كذا. السؤال الأول اني اشر كذا. السؤال الأول لو سمحتوا، السؤال الأول هنا ولا هنا؟ اللي تبي. خلنا نبدأ من اليمين. احنا جاهزين. تمام. السؤال الأول والله حلو والله سعيد. سم شيئان لا يمكنك تناولهما في الفطور. السؤال بس كذا ترى كيف شيئان لا يمكنك تناولهما في الفطور؟ قد مرت علي بس من جنسيتي. الغداء والعشاء. إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك. يا سلام. طيب السؤال لكم. سقط هاتف محمد الذكي في كوب كبير من القهوة لكنه لم يبتل، لماذا؟ سقط ايش؟ جوال محمد طاح في كوب قهوة لكنه لم يبتل. الكوب لماذا؟ فاضي. خطأ. دقيقة دقيقة باقي ما جاوب. ترى في تحويل. في تحويل صح؟ لا انتظروا خلينا نشوف. ما اجاوب انا؟ خطأ. اجاوب انا؟ ايه؟ اجاوب؟ ايه؟ لانه ذكي. خطأ. الإجابة لأنه سقط في كوب مسحوق القهوة، يعني قهوة لسه ما بعد تسوت. فنانة. طيب فنانة فنانة فنانة. ليش؟ لأن القهوة مسحوق. ذا يعني أنت حاط القهوة هاي قهوة. عطنا السؤال. أدري صحيح. اليوم طيب. اليوم يوم الإخاء. وخسرتك خسرتها. سعد. إذا السؤال لك يا زيد. يلا عطنا. يقول إذا سقطت البيضة في البحر ماذا يحدث لها؟ تطفو. خطأ. إجابة خاطئة. إذا سقطت البيضة في البحر ماذا يحدث لها؟ الإجابة تتبلل من ماء البحر. صح. طيب السؤال لكم. خلكم سريعين يا شباب نبغى حماس. يلا 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 يلا. ماذا يوجد في وسط باريس؟ بسرعة. ماذا يوجد في وسط باريس؟ برج. خطأ. ها. حرف الراء. نو أسئلة أسئلة ذكية. أسئلة ذكية. طيب عطنا أسئلة ثقافية ودي. يلا مو مشكلة جبها جبها. السؤال لكم. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ بسرعة. ها؟ خطأ. خطأ. لا لا خلي المفروض هذه علي علي مع سعيد مع سعيد مع سعيد. ماذا يعتبر الخشب من لا لا المفروض دي ما تدق لان تبدا تخلص السلام ورحمه الله وبركاته. الواحد يسلم لا دخل على الرجال. اوكي الاجابه جت من علي وعلي تو جاي. معليش نعطيكم وقت. يلا طيب اسمع. ايوه اوكي. لماذا يعتبر الخشب من الايتام؟ دقيقه ابو ناصر ابو ناصر دقيقه. ما اقطع مسابقتك لكن الواحد لا دخل على الرجال يسلم يسلم. صح. وكنت ابغى الفت هذه مبادره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت هذه اسقاطه يعني. نعم نحترم المطر. دقيقه لا ترفع يدك اليسرى لو سمحت. احنا في مسابقة. خرب على مسابقة ده؟ ابوه وامه ما يجي. الجواب السؤال ايش؟ لماذا؟ يعتبر الخشب من الايتام. ابوه وامه ميتين يا اخي ما يبغى له. لا لا ما كيف. انتهى الوقت. اجابة خاطئة. وش؟ والله يوضح شب. الاجابة الصحيحة لانه مقطوع من شجرة. نفسه. لا صح. طيب السؤال انتقل للفريق الاخر. والله ذكية تأسل. يقول ما يبي. له ساقان ولا يستطيع المشي، ما هو؟ عادل بن ليش؟ له ساقان ولكن لا يستطيع المشي. له ساقان؟ ايه. جو عادل سريع. له ساقان؟ ايه بسرعة. ساقان ما يمشي. ربي وفقه. خلاص انتهى الوقت. اجابه خاطئه. قاعد البنين. الاجابه السروال. انا ولا السروال؟ السروال. يا ولا والله اقسم بالله فنانه. يلا يلا واصل. زعلان عليكم يا الاثنين. كل واحد ما اخطط قيمه الثاني. طيب ولا احد.
السؤال انتقل عندكم. توكل. صح. اي والله. لماذا يعد القرد من الحيوانات السريعة في الجري؟ لأنه يجي بيده ورجوله. خطأ. عادي في فرصة ثانية ما يوقف. لا. معنى الوقت. خطأ. لأن القرد في عين أمه غزال والغزال سريع. الأسئلة هذه لا أسئلة هذه حضرت لها واحد. لا يعني عاد واحد يقدم. حافظ. السؤال لكم وبسرعة لأن الوقت قاعد التايمر يمشي أول ما نسمع النغمة انتهى وقتكم. ولا تجاوب إلا وأنت متأكد. ما الشيء الذي يسقط ولا يتعرض للأذى؟ ما الشيء الذي يسقط ولا يتعرض للأذى؟ الماء. جاوب وقف. قربت. لا تعطي. ماله. قطرات. المطر إجابة صحيحة. ألف مبروك. والله أنا أعرفها على طول من أول مرة. السؤال انتقل عندكم. محبة. لماذا يعد الحمار الوحشي أعزكم الله من الحيوانات القديمة؟ لأنه أبيض وأسود. إجابة صحيحة. ألف مبروك. 2-1. ألف مبروك. سامج. 2-1. حركته هو ذاك. والله يا رد جاهل. سجل 2-1. حط الطقم. فادخل فادي يعطيك طقم. طيب. إذا كان هناك بيت أزرق على يمينك وبيت أحمر على يسارك. فأين يكون البيت الأبيض؟ أنا بجاوب. خلفي. أنا بجاوب. خطأ. أنا بجاوب. أمريكا. أمريكا. في واشنطن. خطأ عليكم. خطأ. جاوب. أبغى ساكت. جاوب. الله نعافيك. يلا العطنا بعد. لا تروح. طيب السؤال ينتقل عندكم. لماذا تخلص سندوتشات البرجر سريعا؟ بسرعة. لماذا إيش؟ خلص. لا لا وقفة سريعة. إجابة صحيحة. ألف مبروك. يا قهر. سهلة. ما يبغى لها ذكاء. هناك لاعب لديه وقت فراغ. فمن هو؟ نكش. لاعب لديه وقت فراغ. فمن هو؟ الحارس. لا. خطأ. اللاعب احتياط. خطأ. ليش هو؟ اللاعب الفارغ. الإجابة؟ لاعب كرة القدم وائل جمعة لأن يوم الجمعة إجازة. أقول سؤال صعب. النور. الكاميرا. النور. خطأ. الكاميرا. خطأ. النور. النهار. خطأ. سحاب. لا. هي المرآة. يا الغبنة. يا والله. أسئلتي تمغص. أول مرة أني أحس أني زي الطور. أكتم بالله. السؤال عندك. لماذا الفيل يسبح بالشورت الأخضر؟ لماذا؟ الفيل يسبح في البحر بالشورت الأخضر. دقيقة ما يلبس شورت. لا هو أخضر. يقول لماذا؟ هو أخضر ليش؟ شوف شكله. أخضر ليش؟ ذكي. ما يلبس شورت. وبكل فيل يجي فيه شورت. الفيل ما يسبح أصلاً. جاوب بعد ما انتهى الوقت. انتهى الوقت. ها؟ لأن الشورت الأحمر في الغسالة. لا هذه انت مستشفى. دقيقه انت قاصدني الفريق ده تبي تطلع ابراهيم معبا. ايه يلا مزلط خلاص. الله يحييك. هذا صدق من هذا مال يومي ربي ورمك الله. الله تزيلك رجل. طيب عندك احنا جاوبنا غلط. انا اعلمك تزيل رهيب. احنا هنا هذا عطونا صوت يديك. صوت هذا حبك. صوت ايش؟ لا يجي زوت ويش. اقلع بليسك يا سعد. سجلت عند فارس انت يا مسلط. ماذا سيحدث اذا القيت قبعة بيضاء في البحر الاحمر؟ سيصير ابيض. بيصير ابيض. ينقلب لونه من الاحمر الى الابيض. خطأ. هي تقعد على ما عليه. يطبو. لا تبتل. ستبتل زي البيضة. تبتل صح. علمتكم قبل شوي البيضة. يا
رجال طيب نبيل كيف نسير كم كم خمسة ثلاثة اثنين طيب هذا سؤال سهل يلا بالله يا شلتك انها تقهر سؤال سهل لكم يلا هذا الله لا يحييك اين يوجد البحر بلا ماء اذا ما جاوبتوا انا اعلن اعتزالي ايش اين يوجد البحر الذي بلا ماء جنوب افريقيا بحر بدون ماء جنوب افريقيا بحر العين الصحراء جنوب افريقيا غلط في الخريطه شغل لهم النغمه اربعه لا ما جاوب حنا لا كويس ما بي اربعه بيجيكم اخسكم يلا راح اجيب لكم الجزء الثاني من الاسئله واجيب بس اسئله ثقافيه خليكم واجيب لكم النتيجه بعد شوي سعد جد وش اللي حقك لو اللي حقك مسابقه تجاوب ما عندك وش الاسم اللي بالورقه دخلت